جلسنا فيها يوميا 16 شهرا، 16 شهرا يوميا ما عدا أيام العيدين، الأعياد بس هي اللي بناخدها أجازة، في 461 جلسة. سنن أبي داود انتهينا في حوالي 420 ساعة مسجلة، وبدأنا في سنن النسائي من يوم الأربعاء. الحمد لله عملنا الجلسة الأولى والثانية والثالثة اليوم. سنن النسائي اللي هو المكتبة أو المكتنة، مختصر سنن الكبرى للنسائي، الإمام النسائي ألف السنن بتاعته الأولانية كبيرة أوي، يجي 10 مجلدات. وهذا أحد الحكام قال له ده كتير أوي، كلها يعني صحيح؟ قال له لا، فيها الصحيح وفيها الضعيف. قال له طب نقيها لي من الضعيف وخليها كلها صحيح. فاختصر السنن الكبرى بالسنن اللي هو سماه المجتبى، فهو ده اللي احنا بنقراه المختصر ده، وهو ده اللي مطبوع. ولما يقول لك سنن النسائي يقصده هذا، ما يقصدوش السنن الكبرى. هو ده اللي احنا بنقرا فيه دلوقتي ان شاء الله، ونستمر فيه ما عدا ايام الاجازات او ايام الصفحه. يعني احنا عندنا الجلسه بتاعت الفجر دي مستمره منذ اكثر من 20 عاما. قرانا مسند الامام احمد بن حنبل كامل بشرحه وترتيبه بترتيب عبد الرحمن السعادي، كتاب اسمه ايه؟ بلوغ الاماني على مسند احمد بن حنبل الشيباني، الفتح الرباني شرح بلوغ الاماني. يعني هو كمان رتب مسند الامام احمد على الابواب الفقهيه. الشيخ عبد الرحمن السعادي ابو حسن البنا، كان من علماء الحديث الكبار، أمضى 40 سنة من عمره مشغول بالمسند بس، مسند الإمام أحمد بن حنبل، لحد ما رتبه كله في 20 سنة، رتبه على أبواب الفقه، لأن الإمام أحمد رتبه على المسانيد، يعني روايات أبي بكر كلها يجيبها تحت بعضها بغض النظر عن الموضوع، وبعدين روايات كل صحابي على حسب إيه هي المسانيد كده، المسانيد ما تبصش للمواضيع، تبص للإيه للصحابي اسمه إيه، وتجيب لك أسانيد كل ما ورد عن هذا الصحابي. فكان طبعا المسند احمد بن حنبل بالطريقه دي كان يصعب لاي انسان، وفيه 30,000 حديث ما تعرفش، كانه مقفول، ما تعرفش تجيب مثلا موضوع بقى ابواب الصلاه، ما تعرفش تجيبها من، لازم تقرا 30,000 حديث عشان تقرا. فكان مسند احمد بن حنبل من مغاليق الاسانيد، المسانيد لكثرته وكبره وعدم قدره على الوصول الى الحديث المراد. فمسكوا الشيخ عبد الرحمن السعدي عكف عليه 20 سنه رحمه الله، لحد ما رتبوا على ابواب الفقه، بحيث بقت فيه ابواب الطهاره، ابواب الصلاه، عايز انت حديث في ابواب الصلاه تفتح باب الطهاره تلاقي كل الاحاديث الواحد. قعد يرتبه كده كام؟ 20 سنه. فسماه ايه؟ بلوغ الاماني، بترتيب مسند احمد بن حنبل الشيباني. بعد ال 20 سنه ناس اقترحوا عليه، قلت طب ما تشرحه بقى. فقعد يشرحه تاني في كتاب سماه الفتح الرباني على بلوغ الاماني في 11 مجلد، كل مجلد طول المجلد ده 11 مجلد. كويس؟ احنا بدانا بقى ايه؟ كنا ساكنين في المنيا، نصلي الفجر في قايتباي، مسجد قايتباي اللي في المنيا، كان ده جارنا، يعني قعدنا في حوالي 25 سنه. فبدانا في مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني قراءه بالترتيب بالفتح الرباني بالشرح يوميا الفجر. خلصناه في كام؟ في 11 سنة. سهلة؟ سهلة. بعد 11 سنة بدأنا مكانه صحيح مسلم بشرح الإمام النووي. كويس؟ بشرح الإمام، يعني نقرا صحيح مسلم ونقرا شرح الإمام النووي، مش نقرا بس الحديث بس. 8 مجلدات بدأنا فيه وأكملناه في 5 سنوات. كان نصهم في المانيال ونصهم التانيين كنا جينا هنا في المعارض، فأكملناه في المعارض. لم يسجل هذا، لا مسند احمد لم يسجل، ولم يسجل ايه شرح النووي. وبعدين بعد كده بدأنا بعد شرح مسلم الامام النووي في كتاب سنن الترمذي بشرح الامام المبارك فوري اللي هو بيسميه تحفة الاحوازي. 8 مجلدات بدأنا فيه بعد الإمام مسلم، كل ده بعد الفجر. خلصناه في إيه؟ في 4 سنوات ونصف. كويس؟
وسجل بس تسجيل رديء جدا للغاية، يصعب الايه الاستفادة منه. بنسبة 40% من التسجيلات لا تصلح للسماع، 60% مسجل، لأنه كان بنظام الشرايط القديمة أيام إيه أهل الكهف. دلوقتي بقى الـ MP3 والحاجات دي بقت حاجة تانية. وبعدين لما خلصنا سنن الترمذي يبقى إحنا كده خلصنا صحيح مسلم، خلصنا الترمذي، وشغالين في البخاري بقى لنا 11 سنة لما وصلنا إلى كتاب الإيه الأنبياء. يبقى ناقص لنا بعد كده ايه سنن ابي داود، فروحنا بادين في سنن ابي داود، بداناها بعد سنن الترمذي مباشره، خلصناها في ايه في 461 يوم، يعني في 16 شهر خلصناها بسرعه. ليه؟ لان بقينا نقرا المتن ونعلق تعليق سريع، لكن ما كناش ملتزمين بقراءه شرح طويل. كويس، ففي سنن ابي داود مشروحه في كتب كتيره، لكن احنا ايه لم نقرا احد الشروح، قلنا اكتفينا بما سبق له فخلصناها الحمد لله. دخلنا بعد كده في سنن النسائي عشان نخلص الكتب السته، وفضل لنا النسائي وابن ماجه، يبقى كده خلصنا الكتب السته. وعندنا بقى الموطأ الامام احمد الامام مالك بنقراه يوم الجمعه. كويس، فيعني اللي هيمشي معانا هيعيش مع انفاس النبي على طول. الحمد لله ان ربنا جعلنا كده يعني ايه عايشين في انفاس النبي صلى الله عليه وسلم طول عمرنا الحمد لله، حتى نموت ان شاء الله ربنا يقوينا على ذلك. فالنهارده كتاب الحج هنختمه من الموطأ بالاسانيد المتصله في كام؟ في حوالي 10 شهور، لان بنقعد فيه جلسه يوم كل جمعه نص ساعه، كل جمعه. ما احنا لو قعدنا في سنن ابي داود برضه جلسه اسبوعيه كنا خلصناها في حوالي 5-6 سنوات، لكن الجلسه اليوميه دي عمر فوق عمرك، ده سر انا بقوله لك النهارده. يعني انا كتير من زمايلي بيقولوا لي انت قريت الحاجات دي كلها وخلصت ده كله ودكتوراه جراحه وعندك عياده وعيانين وعند ايه ده؟ انت جبت عمر فوق عمرك. والله بيقولوا لي كده اصدقائي اللي بيشتغلوا معايا ودفعتي. عارف السر ايه؟ ان انا عندي عمر فوق عمري كده. قعدة الفجر ساعة يوميا دي عمر فوق عمرك، كل الناس نايمها وانت قاعد. اجمع بقى 30 ساعة كل شهر. شوف بقى ايه؟ 10 شهور 300 ساعة. 10 سنين شوف بقى دي عمر فوق عمرك ولا لا؟ عمر فوق عمرك. فالحمد لله ربنا هدانا لجلسة الفجر حتى الشروق دي من وانا طالب في الكلية. لما اصبحت خلاص عندي ادمان، يعني ما اعرفش اصلي الفجر واخش انام، ما اعرفش، ما يجيليش نوم، يجيلي نوم بعد الشروق بساعه ساعتين، انام لي ساعه كده وبعدين اذا كنت ناوي اروح الشغل او ما اروحش، دي بقى اي بتاعت ربنا حسب قوته. لكن المهم اي حاجه جلسه، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بركه امتي في البكور. شفت بقى بركه العمر كله تلاقيه في البكر، كل ما تبكر يبقى عمر فوق العمر. يعني انا نفسي ببص للمجلدات دي قريتها امتى؟ انا نفسي بتعجب لنفسي، والله ما قريتهاش الا في الفجر. فده سر مهم، اي واحد بيصلي في مسجد وفي الفجر ما يروحش على طول، يقعد يذكر ربه نص ساعه وبعدين يمسك كتاب يفضل يقرا فيه لحد ما يختمه. يعني انا احنا كنا بنقرا مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني في قايتباي، كان بيحضر ثلاثه، كان بيحضر ثلاثة، وثلاثة ايه على المعاش بقالهم 10 سنين، يعني فوق 70، نصهم ماتوا، يعني واحد ونص، لأن واحد الثاني عيان قوي على وش يموت. فيعني ايه؟ يعني أنت ما تهتمش مين اللي بيحضر. أنا كنت بقرأ صحيح مسلم بشرح النووي وأنا طالب في الكلية، وكنت من سكان البدرشين في مسجد الجمعية الشرعية في البدرشين بعد الفجر لوحدي. يعني الناس كلها تروح وانا قاعد في الجامع اقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين ربنا علق في روعي ان انا بشرحه للجن. اه والله، فبقيت اقوله بحماس لما ربنا علق في روعي ان في جن مسلم بيحضر. انا ما شفتهمش طبعا، لو شفتهم كدبني، لكن انا القى في روعي ان في جن مسلم عرف ميعاد الدرس بقى يجي يحضر. فبقيت اشرح كده، والحاجه اللي تقابلني صعبه اقعد اشرحها تاني
قال يعني قدام الطلبه مش فاهمه يعني. قعدت كده يمكن لحد ما اتخرجت من سنه ثالثه لحد يعني 3 سنين كنت اقرا الدرس لوحدي. وبعدين بعد حوالي سنتين من البدايه ابتدى يحضر معايا 2-3 من اهل البدرشين كده يحضروا معايا. الاثنين الثلاثه دول ختموا القران ببركه هذه الجلسه، ما كانوش حافظين حتى جزء عام. ودلوقتي هم اللي ماسكين خطبه الجمعه في المساجد المحيطه بالبدرشين. يعني ببركه هذه الجلسه. فانا بقول لك الجلسه بعد الفجر دي لو وظبت عليها عمر فوق عمرك، حياه فوق حياتك. فما تضيعها. اتفضل يا سيدي.